الغدة الدرقية مثل ما بتعرفون هي الغدة أمام العنق، متوضعة على الغضروف الرغامي أو الغضروف الحنجري أعلى الرغامة، مؤلفة من فصين، فص أيمن وفص أيسر، بينهما برزخ صغير. هذا التوضع التشريحي للغدة الدرقية. كيف تصنع هرمونات الغدة الدرقية وكيف تنتقل في الجسم وتخزن وما هي تأثيراتها؟ نبدأ بأنه هناك نوعان فعالان من هرمونات الغدة الدرقية، هما التي 3 والتي 4. التي 4 اسمه التيروكسين، وهو يتألف من 4 ذرات يود مرتبطة مع مركب التيروزين أو حمض أميني التيروزين، والتي 3 اللي هو ثلاثي يود التيرونين المؤلف من 3 ذرات يود مرتبطة مع حمض الأميني التيروزين. عادة كمية الـ FT4 أو T4 التيروكسين في الدم 20 ضعف كمية الـ T3. بالمقابل فعالية الـ T3 أكبر بكثير من فعالية الـ T4، حيث على مستوى الخلايا الهدف ولزيادة تأثير الهرمون الدرقي تقوم الأنسجة حول الخلايا وبوجود إنزيم رح يمر معنا اسمه الخمسة أيوديناز بتحويل التي فور ذو الكمية الكبيرة في الدم إلى التي ثري ذو الفعالية الكبيرة، وذلك لتلبية احتياجات الاستقلاب المتزايدة في الخلايا. الغدة الدرقية تشريحيا أو نسيجيا مؤلفة من عدد كبير من الجريبات أو الحويصلات، كل حويصل مؤلف من خلايا مصفوفة بجانب بعضها البعض بشكل دائري. هذه الخلايا لها وجهان، وجه مواجه مقابل للدم والأوعية الدموية المحيطة بالجريبات، ووجه آخر موجه للداخل لجوف الجريب أو لجوف الحويصل. هذا الجوف ضمن الحويصلات المحاط أو الموجود باللون الأزرق الشفاف أو الكاشف يحوي الغراء. الغراء هو المادة الغروانية داخل الجريبات التي تحوي على هرمونات الغدة الدرقية اللي هي تصنع من قبل خلايا الجريب، وتخزن داخل هذه اللمعة ضمن مادة غرائية تحوي بروتين أساسي هو بروتين الثايروغلوبولين. وعندما يحتاج الجسم للتي 4 والتي 3 يبدأ التحريض والتنشيط من قبل الغدة النخامية بإفراز هرمون موجهة الدرق الـ TSH، الذي يحفز الغدة الدرقية على إفراز الهرمونات المخزنة في اللمعة ضمن الثايروغلوبولين إلى الخلايا ثم إلى الدم. وهالخطوات هي اللي بيتحرض فيها الهرمونات الدرقية مؤلفة من 8 خطوات. الخطوات بالتفصيل بنبلش فيها. الخطوة الأولى بتبلش من الثايروغلوبولين الموجود في لمعة الجريب أو لمعة الحويصل follicular lumen، تحوي على التي جي اللي هو الثايروغلوبولين أو الجلوبولين الدرقي اللي هو المادة الغرائية ضمن الجريب أو ضمن لمعة الجريب أو ضمن لمعة الحويصل. طبعا الجريب الدرقي، نحن عم نحكي جريبات الغدة الدرقية. هذا الثيروغلوبولين عبارة عن مادة بروتينية تحوي على كمية كبيرة من التيروزين الحمض الأميني المرتبط بعنصر اليود، والذي يؤدي إلى تشكيل هرمونات الدرق التي 4 والتي 3. يبدأ صنع هذا البروتين الثيروغلوبولين بدءا من جهاز جولجي في الخلية الجريبية الدرقية،
ثم ينتقل هذا البروتين إلى اللمعة، إلى داخل الجريد. الخطوة الثانية يتم نقل اليود من هذه المضخة، أيضا تعمل على كمية اليود في الجسم. في حال كانت هناك كمية يود قليلة فعندها لن تعمل المضخة وسينخفض تصنيع الهرمونات الدرقية. هناك مواد تمنع المضخة من العمل، أي تؤثر على عمل المضخة، مثل تسمم بالثيوسين. بس بعد إذنك شغلنا التسجيل. شغال. مثل مركبات الثيوسيانات مشوفة بالتسممات، بعض التسممات والبيركلوريت أيضا، وبالتالي تؤثر على انتقال اليود للحويصل الدرقي وبالنهاية تخفيف إنتاج الهرمونات الدرقية. فإذا اليود من السائل خارج الخلوي أو من الدم ينتقل إلى خلية الجري عن طريق مضخة الصوديوم واليود. بعد دخول اليود إلى الخلايا الجريبية ننتقل للخطوة الثالثة، اللي هي تأكسد اليود العنصري إلى اليود أو جزيء اليود الآي 2. الآي 2 هو الجزيء اليودي المستعمل لربط أو للربط مع الحمض الأميني التيروزين لتشكيل مركبات وسيطة لصنع الهرمونات الدرقية، اللي هي بالخطوة الرابعة يرتبط الآي 2 اللي هو جزيء اليود بالتيروزين الحمض الأميني لتشكيل مركبين. المركب الأول هو المونو أيودو تيروزين، التيروزين أحادي اليود، يعني ارتباط جزيء يود مع حمض أميني تيروزين. المركب الثاني هو الدي آي تي أو الداي أيودو تيروزين، التيروزين ثنائي اليود، أي ارتباط جزيئين من اليود مع جزيء من حمض الأمين التيروزين. فإذا بالخطوة الرابعة بتشكل عندي مركبين، هن التيروزين أحادي اليود والمركب الثاني التيروزين ثنائي اليود. الخطوة الثالثة قلنا بيتأكسد العيود العنصري أو الشاردي الآي ناقص، بيتأكسد وبيتحول لجزيء اليود آي 2. بالخطوة الرابعة جزيء اليود آي 2 بيرتبط مع الحمض الأمين التيروزين وبيشكل لي مركبين، إما تيروزين أحادي اليود أو تيروزين ثنائي اليود. هاي الخطوة اسمها الأورجانيفيكيشن أو التعضون، أو التعضون يعني تحول الجزيء اليود العنصري إلى اليود العضوي عن طريق ارتباطه بمركبات عضوية هي الحمض الأمين التيروزين. هدول المركبين التيروزين أحادي اليود والتيروزين ثنائي اليود بيرتبطوا مع مركب البروتين الدرقي الثايروغلوبولين ضمن الحويصلة الدرقية أو ضمن تجويف الجريب الدرقي اللي حكينا عليه، لمعة الجريب. الخطوة الخامسة هي التشارك أو الارتباط التشاركي بين الـ DIT والـ MIT وفق مرحلتين. المرحلة الأولى ارتباط جزيء ثنائي اليود تيروزين ثنائي اليود مع تيروزين ثنائي اليود بيعمل لي مركب اسمه رباعي يود التيرونين، اللي هو التيروكسين، اللي هو التي 4 هرمون الغدة الدرقية التي 4، نتيجة ارتباط جزيئين من
عفوا دكتور، راح صوتك. تمام. الـ MIT هو التيروزين أحادي اليود، مونو أيودو تيروزين، ناتج عن ارتباط التيروزين باليود. هي الخطوة الرابعة من تصنيع الهرمونات الدرقية. الخطوة الخامسة، ارتباط جزيء ثنائي اليود تيروزين مع ثنائي اليود تيروزين بيعطيني T4 اللي هو رباعي اليود، وارتباط ثنائي اليود تيروزين مع أحادي اليود تيروزين بيعطيني مركب اسمه ثلاثي يود التيرونين اللي هو T3. الخطوة الخامسة اللي هي ارتباط جزيئات التيروزين مع بعضها. الخطوة الرابعة اللي هي ارتباط اليود مع التيروزين. الخطوة الثالثة هي تأكسد اليود العنصري إلى الجزيء اليودي. هل ثلاثة خطوات بتتم عن طريق مساعدة إنزيم اسمه البيروكسيداز الدرقي، الثيرويد بيروكسيداز. هي ملاحظة مهمة كتير حتى نعرف آلية عمل مثبطات الدرق، اللي هن عبارة عن أدوية تستعمل في علاج فرط نشاط الغدة الدرقية. هل الأدوية هي تعمل على تثبيط هذا الإنزيم الثيرويد بيروكسيداز، وبالتالي بداية تمنع تأكسد اليود العنصري إلى الجزيء اليودي؟ اثنين، تمنع ارتباط الجزيء اليودي مع التيروزين. ثلاثة، تمنع ارتباط جزيئات التيروزين ثنائي اليود وأحادي اليود مع بعضها لتشكيل الهرمونات الدرقية. إذن الخطوة الثالثة والرابعة والخامسة بتتم بمساعدة إنزيمية من الثيرويد بيروكسيداز. هلا بنرجع لنفهم ليش التي 4 كميته كبيرة في الدم، لأنه الخطوة الأولى من تصنيع التيروكسين ارتباط التيروزين ثنائي اليود مع مثيله التيروزين ثنائي اليود بتتم بشكل أسرع بكثير من الخطوة الثانية اللي هي ارتباط ثنائي اليود مع أحادي اليود، وبالتالي تصنيع التي 4 بفوق حوالي 20 مرة تصنيع التي 3، بالإضافة إلى بقاء جزء من الدي آي تي اللي هو التيروزين ثنائي اليود والإم آي تي تيروزين أحادي اليود يبقيان بشكل معزول دون ارتباط مع بعضهما من أجل تشكيل التي 4 والتي 3، بل يرتبطان مباشرة مع الثيروغلوبولين دون كوبلينج، دون تشارك. الخطوة السادسة اللي هي عملية تحفيز الخلية الدرقية بموجهة الدرق النخامية التي اس اتش الثيرويد ستيمولاتينج هرمون. هي الخطوة تقوم بها الخلية بعملية البلعمة الخلوية الاندوسايتوسيس للثيروغلوبولين من لمعة الجريبة، تسحبه لداخل الخلية الدرقية، وهنا تقوم بتفكيك هذا التي جي، هذا الثيرويد جلوبولين، تقوم بتفكيكه إلى عدة أجزاء واستخلاص العناصر الفعالة منها بمساعدة إنزيم اسمه اللايزوزوم بروتياز. هذا اللايزوزوم بروتياز يكسر الثيروغلوبولين من أجل إخراج التي 4 والتي 3 وإطراحها إلى خارج الخلية الدرقية إلى الدم مباشرة. ومثل ما قلنا كمية التي 4 بتشكل أكبر بكثير من كمية التي 3، حوالي مفرزات الغدة الدرقية حوالي 90% من مفرزاتها هي تي 4 و10% من مفرزاتها تي 3. ولا ننسى فعالية التي 3 على مستوى الخلايا الهدف أكبر بكثير من فعالية التي 4، لكن كمية التي 4 أكثر بكثير من كمية التي 3. جزيء الثيروغلوبولين اللي حكينا عنه هو عبارة، هذا هو الثيروغلوبولين، بروتين درقي اسمه الثيروغلوبولين، يفرز من الكبد، يصنع في الكبد، يكون مرتبطا بالتي 4 الرباعي اليود التيرونين، مرتبطا بالتي 3 ثلاثي يود التيرونين، مرتبطا بجزيء التيروزين احادي اليود الام اي تي، مرتبطا بجزيء الدي اي تي التيروزين ثنائي اليود.
خروج الـ T4 والـ T3 إلى الخارج، يبقى الـ MIT والـ DIT ضمن الخلية الدرقية، ويستعمل مرة أخرى بعملية اسمها Recycling، إعادة التدوير من أجل تصنيع هرمونات درقية جديدة. الخطوة الأخيرة، ممكن يصير عندي عملية اسمها عملية نزع اليود، الديايودينيشن للDIT والMIT، حيث ينزع اليود ويؤدي إلى إنتاج مركبات الأساسية اللي هي اليود، جزيء اليود، والحمض الأميني التيروزين، اللذان يعادان في الذي يعاد استخدامهما في أكسدة وصنع الهرمونات الدرقية من جديد. انتقال الهرمونات الدرقية إلى الدم، حكينا بالخطوة الأخيرة بعد ما بيتم تكسير الثيروغلوبولين ضمن الخلية الدرقية إلى العناصر المشكلة له اللي هي 4 عناصر، يطرح T4 والT3 إلى الدم. في الدم ترتبط معظم الهرمونات الدرقية ببروتين يسمى الثيروكسين بايندينج جلوبولين، الجلوبولين الرابط للتيروكسين، وهو شكل غير فعال من الهرمون الدرقي، ويبقى جزء قليل جدا من الهرمونات الدرقية بشكل حر، 3 حر غير مرتبط، وهو الشكل الفعال من الهرمون. إذن في الدم يكون الهرمونات الدرقية على شكلين، شكل مرتبط ببروتين دموي من الكبد اسمه الثيروكسين بايندينج جلوبولين أو TBG، الجلوبولين الرابط للتيروكسين أو الجلوبولين الرابط للهرمون الدرقي، هو بيربط الاثنين ما بس واحد، بيربط T4 والT3. القسم الآخر من الهرمون الدرقي يكون بشكل حر، فري، غير مرتبط، وهو الشكل الفعال. معرفة هذا الأمر بتفيدني بأمرين. في أمراض الكبد عندما يحصل قصور في الخلية الكبدية يصبح كمية TBG الجلوبولين الرابط للتيروكسين تصبح منخفضة. ليش؟ لأن الكبد لا يستطيع تصنيعه، فبالتالي كمية الهرمونات الكلية ستكون منخفضة بسبب نقص الهرمون أو نقص الجلوبولين الرابط للتيروكسين. أما كمية الهرمون الحر فهي تبقى ذاتها ولا تنقص لأنها غير مرتبطة بالTBG. أما النقص فيحصل على المستوى الهرمون المرتبط، أي أن فعالية الغدة الدرقية تكون طبيعية. الحالة الثانية بتفيدني بحالة الحمل. في حالة الحمل يزداد TBG الجلوبولين الرابط للتيروكسين بسبب زيادة الاستروجين. هذه الزيادة في TBG ستزيد كمية الهرمونات الدرقية الكلية، أما كمية الهرمون الحر فستبقى نفسها وتبقى فعالية الغدة الدرقية مستقرة، لأن الهرمون الحر نفسه، أما الذي زاد فهو الهرمون المرتبط الذي هو بالأساس غير فعال. نعود ونذكر أن الغدة الدرقية تفرز T4 أكثر من T3، لكن فعالية T3 أكبر، لذلك يقوم الجسم على مستوى الخلايا الهدف وعن طريق إنزيم اسمه الخمسة أيوديناز يقوم بتحويل T4 إلى T3 عن طريق نزع جزيء اليود من T4 ويحوله إلى T3. هي العملية يقوم بها الجسم من أجل زيادة الحاجة للاستقلاب، لأن T3 يكون فعال أكثر بكثير من T4، وهناك جزء يتحول إلى ما يسمى RT3 أو اسمه ثلاثي يود التيرونين العكسي الريفيرس T3، وهو شكل غير فعال من T3. أيضا يتم تحويل T3 إلى RT3 حسب العمليات الاستقلابية التي يقوم بها العضو من أجل تخفيف نشاط الهرمونات الدرقية. أما إذا كان الاستقلاب كبيرا فيتم التحويل إلى T3
من أجل زيادة هذه الحاجة، وإذا كان الاستقلاب قليلا فيتم التحويل إلى الـ RT3 لتقليل كمية الـ T3 الفعال. في حالة الجوع والصيام يقوم الجسم بتقليل عمليات الاستقلاب عن طريق وقف عمليات أنزيم الخمسة أيوديناز، حيث يبقى الـ T4 هو المسيطر، والـ T4 كما نعلم هو أقل فعالية من الـ T3 وبالتالي تخفيف عملية الاستقلاب. هذه العملية أي عملية تخفيف الاستقلاب في حالات الجوع والصيام يقوم بها الجسم في كل أنحائه ما عدا الدماغ الذي لا يمكن إيقاف العمليات الاستقلاب فيه حتى في فترات الصيام. ما هي العوامل المحفزة والعوامل المثبطة لإفراز الهرمونات الدرقية؟ الوطاء كما نعلم يفرز هرمون يسمى الهرمون المحرر للحافة الدرقية الـ TRH الذي يحفز الغدة المخامية لإفراز الحافة الدرقية الـ TSH التي تنبه الغدة الدرقية لإفراز هرموناتها. الـ TSH الذي يفرز من الغدة النخامية يحفز الغدة الدرقية لاستحضار وإدخال الثيروغلوبولين الموجود في اللمعة إلى الخلية الجرويبية واستخلاص الهرمونات الدرقية منه وطرحها في الدم، بالإضافة إلى تحفيز أنزيم الثيرويد بيروكسيداز من أجل تصنيع هرمونات جديدة. الـ RT3 مثل ما قلنا هو ثلاثي يود التيرونين العكسي، هو يتحول من الـ T4 أو من الـ T3 وهو شكل غير فعال، يقوم به الجسم من أجل تخفيف تأثير الـ T3 في حالات خفض الاستقلاب. أيضا كما نعلم تنظيم الهرمونات الدرقية يتم عن طريق التلقيم الراجع، حيث يقوم الـ T4 والـ T3 المفرزان من الغدة النخامية بتلقيم راجع سلبي لتخفيف إنتاج الـ TRH من الوطاء والـ TSH من الغدة النخامية، والنتيجة هو خفض إنتاج الهرمونات الدرقية. وظائف الهرمونات الدرقية، ماذا تعمل الهرمونات الدرقية في الخلايا الهدف؟ الكلمة الشاملة للهرمونات الدرقية هي الاستقلاب. يقوم الهرمون الدرقي بتنشيط وتحفيز الاستقلاب عن طريق ما يلي: أولاً تنشيط مضخة الصوديوم والبوتاسيوم الـ ATP التي تزيد استخدام وحرق الأكسجين في عمليات الأكسدة الخلوية التي ينتج عنها الحرارة والطاقة المستخدمة في عمليات الفعالية الحيوية. لذلك مرضى قصور الغدة الدرقية ينخفض لديهم الاستقلاب ولا يستطيعون تحمل البرد، على عكس مرضى فرط نشاط الغدة الدرقية لا يستطيعون تحمل الحر. الخطوة الثانية لزيادة عملية الاستقلاب هو تحفيز عملية استحداث السكر، أي إنتاج الجلوكوز من مواد غير سكرية من الحموض الأمينية والحموض الدسمة. الخطوة الثالثة هي زيادة عملية انحلال الشحوم، أي زيادة الحموض الدسمة الحرة في الدم. الخطوة الرابعة هي استحداث وتركيب البروتينات. التأثير على القلب، تقوم هرمونات الغدة الدرقية بزيادة نتاج القلب عن طريق زيادة مستقبلات بيتا واحد في القلب، مما يؤدي إلى زيادة خفقان القلب وزيادة قوة النبضة وبالتالي زيادة نتاج القلب. التأثير على الجهاز العصبي،
تعتبر الهرمونات الدرقية مهمة جدا جدا لنمو ونشاط وحيوية الجهاز العصبي، وهي مهمة جدا للجنين قبل وبعيد الولادة، ووجود أي نقص في هرمونات الغدة الدرقية عند الجنين يؤدي إلى إعاقة وتخلف دماغي دائم. لذلك احفظوا ولا تنسوا تشخيص قصور الدرق الولادي في المراحل الباكرة بعد الولادة هو أمر هام جدا 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 من أجل تجنب الوقوع في التخلف العقلي بسبب نقص هرمونات الغدة الدرقية، حيث التشخيص الباكر يؤدي إلى العلاج الباكر بالتيروكسين وتجنب الوقوع في الإعاقة والتخلف العقلي. بالإضافة إلى هذه التأثيرات، فللغدة الدرقية دور هام في نمو العظام. فبعض حالات قصور الغدة الدرقية تؤدي إلى قصر قامة بسبب تأثيرها على غضاريف النمو في العظام الطويلة. ننتقل إلى أمراض الغدة الدرقية، وهما مرضان هامان من حيث وظيفة الغدة الدرقية، حيث الزيادة تسمى فرط نشاط الغدة الدرقية، والنقص يسمى نقص نشاط أو قصور الغدة الدرقية. نبدأ بفرط نشاط الغدة الدرقية، أي فرط الهرمونات الدرقية. أسباب هذا الفرط بالدرجة الأولى والأشياء هو مرض مناعي يسمى داء جريف أو جريفز ديسيز، وهو مرض مناعي يتم إنشاء أجسام مضادة تقوم بمهاجمة خلايا الجريبية وبالتحديد مستقبلات الـ TSH الموجودة على هذه الخلايا، حيث تقوم بتحفيز هذه المستقبلات وكأنها محفزة أو منشطة الدرق الـ TSH. ماذا تقوم محفزة الدرق الـ TSH؟ تقوم بتنشيط صنع الهرمونات الدرقية وتحريرها إلى الدم، وبالتالي هذه الأضداد الموجودة في داء جريفز تحث الخلايا الدرقية لإنتاج المزيد والكثير من هرمونات الدرق الـ T4 والـ T3. السبب الثاني لفرط نشاط الغدة الدرقية هو وجود ورم في خلايا الغدة الدرقية. هذا الورم على حساب الخلايا الدرقية. تكاثر الخلايا الدرقية الشديد يؤدي إلى زيادة إنتاج الهرمونات الدرقية. السبب الثالث لفرط الغدة الدرقية هو تناول جرعات هرمونية من الـ T4 والـ T3 عند علاج حالات قصور الدرق. أثناء علاج قصور الدرق، عندما تكون الجرعة الهرمونية بالـ T4 والـ T3 مفرطة، نحصل على زيادة في نشاط الغدة الدرقية، أو نحصل على أعراض زيادة نشاط الغدة الدرقية. تشخيص فرط نشاط الدرق يتم حسب السبب. نطلب الأجسام المضادة أو تحليل الأجسام المضادة الخاصة بالجريف ديسيز التي تسمى الثيرويد ستيمولاتينج اميونوجلوبولين، أو الجلوبولينات المناعية المحرضة للدرق، إلى اسم طبعا، لكن هون شارحين عنوانها اللي هي ثيرويد ستيمولاتينج اميونوجلوبولينز، حيث نجد أن هذه الأجسام المضادة تكون مرتفعة. الخطوة الثانية في التشخيص هو تحليل الـ T4 والـ T3. المرض اسمه فرط نشاط غدة درقية، وبالتالي فتحليل الـ T4 والـ T3 سيكون مرتفع. الخطوة الثالثة في تشخيص فرط الدرق هو تحليل الـ TSH. كما نعلم الـ TSH هو مفرز من الغدة النخامية، فهذا المفرز يمكن أن يكون مرتفع ويمكن أن يكون منخفض. لماذا؟ حسب مكان المشكلة الدرقية. فعندما تكون المشكلة الدرقية بادئة من الوطاء أو الغدة النخامية، عندئذ سيكون هناك فرط في إفراز الـ TSH، حيث يكون الـ TSH مرتفع، فالمشكلة هون وطائية أو نخامية. أما إذا كانت المشكلة من الغدة الدرقية،
مثال كورم الغدة الدرقية أو داء جريفز، حيث إفراز هرمونات الدرق يكون بادئ من الغدة نفسها. عندئذ وبسبب التلقيم الراجع سيؤدي إلى انخفاض المفرز النخامي الذي هو الـ TSH بسبب التلقيم الراجع، أي نحصل على TSH ناقص بشدة أو مثبط. واضحة؟ أعراض فرط نشاط الدرق: نقص الوزن، نقص الوزن بسبب فرط عمليات الاستقلاب، مثل ما تكلمنا هرمون الدرق يزيد من انحلال الدسم فيؤدي إلى نقص وزن. حدوث إسهالات: إن فرط الاستقلاب سيؤدي إلى فرط حركية الأمعاء وحدوث إسهالات. الارتعاش أو الرجفان التريمر، الرعاش أو الرجفان في الأيدي سببه كما قلنا فرط الفعالية الودية أو فرط الاستقلاب في فرط الدرق. خفقان القلب كما قلنا أن فرط أو هرمونات الدرق تزيد من معدل الخفقان أو من دقات القلب وبالتالي تؤدي إلى خفقان. صعوبة بالتنفس، طبعا هذا الأمر بسبب تسرع عملية التنفس نتيجة زيادة الاستقلاب. عدم القدرة على تحمل الحرارة بسبب فرط الاستقلاب. زيادة معدل استهلاك الأكسجين مثل ما قلنا بسبب زيادة الاستقلاب، وكلها لها علاقة بزيادة معدلات الاستقلاب. العلاج: كيف نعالج فرط نشاط الغدة الدرقية؟ قلنا قبل فترة أن العلاج يكون بتثبيط صنع الهرمونات الدرقية. الأنزيم المشهور في عمل وصنع الهرمونات الدرقية يسمى الثيرويد بيروكسيداز. هناك لدينا أدوية تقوم بتثبيط عمل هذا الأنزيم. الأدوية اسمها الثيوناميدات أو مثبطات الدرق، ولدينا ثلاثة مركبات أشهرها وأهمها اثنان. الأول يسمى الميثيمازول، رح أكتبه بالدردشة، الميثيمازول، والمركب الثاني الذي يسمى الPTU، الذي هو مذكور هنا بروبيل ثيويوراسيل. هذه المركبات تقوم بتثبيط، طيب يا جماعة بالنسبة للـ TSH بحالة فرط نشاط الدرق في عندي شكلين. في عندي شيء اسمه فرط نشاط درق ثانوي يكون السبب هو زيادة الـ TSH من الغدة النخامية، يعني المشكلة تكون في البداية بالغدة النخامية، يزيد الـ TSH الذي بدوره سيزيد من تحفيز الغدة الدرقية لإنتاج الهرمونات الدرقية، فهي تسمى فرط درق ثانوي سببه من الغدة النخامية. في عندي مرض اسمه فرط درق بدئي يكون زيادة الهرمونات الدرقية من الغدة الدرقية نفسها، إما بسبب ورم أو بسبب تحفيز مناعي اللي هو داء جريفز. هذا التحفيز يزيد هرمونات الدرق من الغدة الدرقية. زادت الهرمونات الدرقية في الدم ستقوم بتثبيط وتلقيم راجع سلبي على الـ TSH، وبالتالي ستهبط وستنزل قيمة الـ TSH. فالـ TSH بيكون نقصان هو الحالة الأشيع. أشيع حالات فرط نشاط الدرق هي فرط الدرق البدئي اللي بتترافق مع نقص بالـ TSH. نعود إلى علاج فرط الدرق. قلنا الخيار الأول هو مثبطات الغدة الدرقية، الخيار الثاني هو إعطاء حاصرات بيتا، البيتا بلاكرز. حاصرات بيتا هي لتخفيف الأعراض القلبية والودية، حيث تخفف من دقات القلب وتخفف من أعراض الخفقان، أيضا تخفف من الرعاش والرجفان في الأيدي. علاج فرط الدرق هو دوين: الأول مثبط الدرق روبيل ثيو يوراسيل أو الميثيمازول، والدواء الثاني هو البيتا بلاكر أو حاصرات بيتا.
المرض الثاني هو قصور الغدة الدرقية. أسباب قصور الغدة الدرقية، ما معنى قصور الغدة الدرقية؟ أي نقص بإفراز الهرمونات الدرقية، أي نقص بالT4 والT3. أسباب القصور إما مرض مناعي ذاتي يدعى الأوتو إميون ثايرويدايتس، التهاب الدرق المناعي الذاتي، حيث تتخرب الخلايا الدرقية بفعل أجسام مضادة تهاجم الغدة الدرقية وتمنع تشكيل الهرمونات الدرقية. اثنين، قد تكون مشكلة في الوطاء أو الغدة النخامية، حيث ينقص الـ TRH من الوطاء والـ TSH من الغدة النخامية، وبالتالي سينقص تحفيز الغدة الدرقية لإنتاج الهرمونات الدرقية، وهنا يسمى قصور درق ثانوي. ثانوي أي من الغدة النخامية أو من الوطاء. أخيراً السبب الرابع، وهو سبب مهم بعد عملية جراحية لاستئصال الغدة الدرقية. أحياناً بيصير عندي ورم في الغدة الدرقية أو بيصير عندي فرط درق ما بيطيب على الأدوية، فبضطر أنا لاستئصال الغدة الدرقية. استئصال الغدة الدرقية سيؤدي إلى نقص هرمونات الدرق، وبالتالي قصور درق دوائي أو علاجي عفواً. يتم تشخيص قصور الدرق بطلب تحليل عدة أمور. أولاً تحليل الهرمونات الدرقية T4 والT3 حيث تكون ناقصة. اثنين، عن طريق تحليل الـ TSH المحفز النخامي أو موجهة الدرق النخامية. الـ TSH المفرز من الغدة النخامية ممكن تكون مرتفعة أو منخفضة حسب السبب. إذا كان سبب قصور الغدة الدرقية هو من الغدة الدرقية نفسها، أي تخرب في الخلايا الدرقية، فعندئذ وعن طريق التلقيم الراجع السلبي سترتفع قيمة الـ TSH بشدة، ونحصل على TSH مرتفع، والسبب هو قلة التلقيم الراجع السلبي نتيجة نقص الـ T4 والـ T3. أما إذا كان السبب قصور درق ثانوي، فعندئذ سينقص الـ TSH والـ TRH من الوطاء والغدة النخامية، واللذان سيقل تحفيزهما للغدة الدرقية، ونقص بإفراز الـ T4 والـ T3. الأعراض هي معاكسة لأعراض فرط النشاط، حيث سنجد الإرهاق والتعب، سنجد زيادة في الوزن، سنجد عدم تحمل البرد بسبب نقص الاستقلاب، سنجد تخلف عقلي ونقص بالنمو الدماغ إذا كان المصاب هو جنين أو رضيع، سنجد انخفاض معدل ضربات القلب أو بطء ضربات القلب، وسنجد أيضا قصور القلب الاحتقاني أو قصور القلب بسبب انخفاض نتاج القلب. علاج قصور الغدة الدرقية هو تعويض الهرمونات الدرقية، أي إعطاء الـ T4 والـ T3. هيك بنكون خلصنا محاضرتنا عن الغدة الدرقية. اللي حدا عنده سؤال يسأل، باقي 4 دقائق وتنتهي المحاضرة. عفوا دكتور، بس بدي أسألك، الورم دائما بسبب زيادة إفراز؟ ممكن تعلي صوتك شوي بس؟ بس دكتور، ورم الغدة دائما بسبب زيادة إفراز ولا في اختلاف؟ ورم الغدة الدرقية. ايه نعم دكتور. ورم الغدة الدرقية إذا كان على حساب الجريبات والخلايا الدرقية سيؤدي إلى زيادة إنتاج الهرمونات الدرقية. قصور كأنه قطع الصوت. البدئي والثانوي. كلمة بدئي وثانوي هي حسب مكان الإصابة، فالبدئي بتكون الإصابة والثانوي بتكون الإصابة 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 فنقول فرط داخلي لنزيد هرمونات الدي فور والدي في الغدة، ومقابل سنجد نقص في الدي اس اتش والدي اتش من الغدة الرامية بسبب سبب. عندما نقول قصور غدرقية بدئي سنجد نقص بإفراز الـ T4 والـ T3 من الغدة الدرقية، وبالمقابل بسبب التلقيم الراجع عندما نقول فرط درق ثانوي معناته في عندي زيادة بالغدة النخامية المفرز النخامي TSH،
والذي سيؤدي إلى زيادة في الهرمونات الدرقية. هذا اسمه فرط درق ثانوي. حصول درق ثانوي أي نقص بالـ TSH النخامي الذي سيؤدي إلى نقص الـ T4 والـ T3 الدرقي. TSH دائما يطلب لمعرفة سبب القصور أو فرط النشاط. بالنسبة لتصنيع الهرمونات الدرقية، الخطوة الأخيرة اللي هي طرح الدم من المركبات اللي نتجت من التي جي ثيروغلوبولين الدرقي بعد ما دخل للخلية الدرقية يتكسر إلى مركباته التي 4 والتي 3 والتيروزين أحادي اليود والتيروزين فاليود. التي 4 والتي 3 يروحوا على الدم، الـ MIT والـ DIT ضلوا في الغلف الخلية الدرقية وبينشأ عليهم عملية اسمها Deiodination، عملية نزع اليود. عملية نزع اليود بتوصل الـ DIT والـ MIT للمركبات الأساسية اللي هي اليود، جزيء اليود الأيودين والحمض الأميني التيروزين. متى ما خلص الوقت بكون خلصنا، ونتمنى لكم التوفيق. راح نكمل الأسئلة بما تبقى من الوقت. بحالة فرط نشاط الغدة الدرقية بيكون عندي الـ T4 الحر مرتفع وهو بيؤدي لزيادة الوظيفة. أما في حالة ارتفاع الجلوبولين أثناء الحمل بتكون الكمية الحرة طبيعية. الفحص المناسب للتدقيق هو الـ T4.